وسط أجواء عارمة من الفرحة والزغاريد المتعالية، تم صباح الأربعاء ترحيل 350 عائلة تقطن القصدير من رأس العين إلى منطقة وتليلات، حيث تمت العملية التي انطلقت في حدود الساعة 6 صباحا في ظروف جيدة ومحكمة، لا سيما وأنه تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح هذا الإجراء الذي انتظره سكان هذه الجهة منذ سنوات طويلة، على غرار 400 شاحنة لنقل أمتعة وأثاث المرحلين وتجنيد 200 عون من البلديات لمساعدة تلك العائلات في الترحيل، وكذا القيام بعمليات هدم البنايات الفوضوية بمجرد إخلائها حتى لا يتم اقتحامها من جديد. فاتحين باب معهم. إذا كان طحنا في التساهل تاع الناس اللي على بالهم باللي راح يرحلوا يجيب واحد يدخلوا شهر قبل و20 يوم قبل هكا، رحنا نجحف في الحق في الناس اللي راهم عندهم 30 سنه وما عايشين، السكنات ما تكفيش، من بعد وبعد واحد يسمى دا زوج مرات ثلاثه، ولكن ما ندرسوا الطحون، احنا بشر ممكن نكونوا نغلطوا ولا حاجه، ندرسوا الطحون حاله بحاله نستجيبوا كما درنا في كل المواقع.